يعني انا رحلتي ابتدت يعني في شهر واحد سنه 2017، ابتدت تظهر حاجات في الثدي، في اسفل الثدي. انا زي اي سيده انا طنشت، قلت ده تلاقيها حاجه بسيطه وما فيش مشكله خالص وهتروح لوحدها. من شهر واحد لشهر سبعه لقيت ان الحاجه الواحده دي بقت اربع حاجات جنب بعض، اضطريت ان انا ادور ان انا اكشف فين. فاختي الصغيره قالت لي طب ما تروحي مستشفى بهيه. قلت لها ده ايه مستشفى بهيه؟ كنت لسه ما اعرفش يعني ايه مستشفى بهيه. كان الكلام ده كنا دخلنا في ايه، في سنه 2018. قلت لها يعني دخلت بحوالي سنه، قلت لها يعني ايه مستشفى بهيه؟ قالت لي دي بالمجان. قلت لها لا يا بنتي، زي معهد الاورام والكلام ده كله والحاجات دي يعني مثلا؟ طب ما انا اروح معهد الاورام احسن. قالت لي لا روحي بس مستشفى بهيه مش هتخسري. فعلا جيت مستشفى بهيه. انا من نظافه في المستشفى من اول ما دخلت لقيت عالم تاني ودنيا تانية. فما كنتش متخيله ان في مستشفى في مصر بالجمال ده بالنظافه دي وتبقى مجاني من غير الواحد ما بيدفع ولا شيلين، يعني الجنيه ما بتطلعوش من جيبك اصلا عشان تدفعيه حتى لاي حد. المهم جيت كنت حاجزه عن طريق الخط الساخن لما هم قالوا لي، خدت معادي بعد 25 يوم. جيت بعد ال 25 يوم عملت يوميها سونار وميموجرام واشاعه وسحب عينه، كله اتعمل في يوم واحد. المهم انا الدكتور ساعتها عشان عارف ان انا كان في حاله عندي في العيله عندها كانسر برضو، لان كان عندي 33 سنه. المهم كله اتعمل في يوم واحد، خلص كل حاجه في يوم واحد. بعدها بحوالي بتاع 17 يوم او 18 يوم في الحدود دي لقيته بيتصلوا بيا، يا اميمه انت ليكي اشاعه. قلت لهم اشاعه تاني ايه يا جماعه؟ قالوا لي ايوه انت ليكي اشاعه، فلو كان كده تعالي اعملي اشاعتك. قلت لهم خلاص ماشي اوكي. جيت عملت الاشاعه تاني يوم، لقيتهم كلموني تاني، هم اللي بيتصلوا بيا كلموني تاني يوم، يا اميمه تعالي عندك ميعاد مع دكتور الجراحه. قلت لهم تاني، قالوا لي جيت. الدكتور قال لي بس يا اميمه احنا عندنا حاجه وحشه احنا هنشيلها عشان ايه ما تكبرش وتبقى مرحله صعبه. طب يا دكتور احنا هنعمل استئصال كلي وهنعمل لك اعاده بناء، لاني اعاده البناء ديت هتخليكي زي ما انت جميله، زي ما انت داخله بهيه مفيش حاجه ناقصاكي، تطلعي منها وانت مخلصه علاجك مفيش حاجه ناقصاكي، مش هتحسي ان في اي حاجه نقصت منك كسيده. قلت له خلاص يا دكتور انا بين ايدك بعد ربنا، اللي حضرتك شايفه في مصلحتي اعمله. فعلا الدكتور دخلت عملت العمليه، عملت اعاده بناء مع عضله من الظهر. الحمد لله عملت عمليتي، خلصت عمليتي. كانت اصعب مرحله بعد العمليه طبعا لما تقفي قدام المرايه وتحسي ان في حاجه مش طبيعيه فيكي، انت نفسك حاسه ان في حاجه مش طبيعيه. مش حكايه بقى ان انا عملت اعاده بناء والكلام ده كله هي اللي خلتني ان انا ما احسش بنقص، لا انا لسه حاسه بنقص. فالمهم رحت جيت هنا مستشفى بهيه، كنت بعيط للدكتور انا مش عايزه اكمل علاج، انا مش حابه ان انا اكمل، انا خلاص انا كده حياتي ضاعت، انا واحده جالي سرطان. المهم لقيت مين في الوقت ده اللي خد بايدي ونجدني من اللي انا فيه؟ الدعم النفسي في مستشفى بهيه. احسن قسم في مستشفى بهيه بعد العلاج الدعم النفسي. فعلا لقيت اخوات بيتكلموا معايا، لقيت ان مثلا انا بدل ما انا واحده انا عندي كانسر مرحله اولى مرحله تانية، لا انا شفت الناس مرحله رابعه ولقيتهم بيضحكوا، لقيتهم عايشين حياتهم، لقيتهم الزعلانين وفيهم يعني. بص انا وقتها كنت انا اصغر سن موجود في المستشفى وكان في اكبر مني، بس لقيت نفسي ان انا ما ينفعش ان انا ازعل، لا ده ربنا اداني حاجه ما ينفعش ازعل عليهم. وفعلا فضلت ان انا شهر والتاني والتالت لحد ما وقفت على رجلي صح، بقيت مكمله علاجي صح، بكمل علاجي لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه دوت. بطلع رحلات، بقيت انا دلوقتي متطوعه في مستشفى بهيه، انا يوميا موجوده في مستشفى بهيه من الساعه 9 الصبح للساعه 5 المغرب زي اي موظف، لدرجه ان انا بيحسبوني كلهم ان انا بقت موظفه معاهم ما يعرفوش ان انا متطوعه. قلت لهم لا يا جماعه انا باجي متطوعه، انا حابه بهيه، بهيه ده بيت عيله، بهيه مش مستشفى. يعني مثلا مش تقولي انا رايحه مستشفى بهيه، يعني انا زوجي وانا نازله الصبح انت رايحه فين؟ اقول له انا رايحه بيت العيله، بيقول لي بيت العيله. فاقول بقى ما كنت باجي بهيه، عشان فعلا احنا ما بنقولش عليه مستشفى ولا بنقول مؤسسه، احنا بنقول بيت عيله. فعلا متحسيش ان انت في مستشفى، مفيش سراير، لا متحسيش ان في مرضى نايمين سراير، لا الناس كلها واقفه، الناس كلها لا اما في دعم لا اما في حفلات لا اما واقفين جنب بعض. ما تلاقيش حد ان هو ايه يبقى مريض اللي هي الدرجه قوي، لا حتى لو في وجع الدنيا وجع جامد قوي 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 زي ما بيقولوا وجع الدنيا، اما بيجي في وسطينا ويقعد في وسطينا ويضحك ويهزر ونفطر والكلام ده كله، تحس ان هو ماشي زي الفل مفيش اي وجع. يعني انا واحده من الناس لما كنت باجي تعبانه جدا اروح وانا مبسوطه ومعايا بالونه كده مكتوب عليها مستشفى بهيه، الحاجات دي بتبسط يعني بتبسطنا جدا، هم عارفين ازاي يبسطونا. لما ابقى قاعده زعلانه وعيطت الاقي ورده جميله متقدمه لي، لا انت حلوه زي الورده دي لازم تبقي احسن. لا بجد مستشفى بهيه بيت العيله، وبتمنى ان انا افضل موجوده فيه ومش زعلانه ان انا جالي كانسر. انا لسه والله بقول لجوزي من يومين انت مش خايفه يجي لك كانسر تاني؟ قلت له انا لو جالي كانسر اهلا وسهلا بيه، على الاقل ده سبب ان انا افضل في بهيه طول حياتي. قال لي للدرجه دي انت بتحبي بهيه؟ طول انا بحب بهيه جدا. فعلا والله العظيم بجد انا الاول كنت زعلانه بقول لي يا رب، دلوقتي لا دلوقتي انا مبسوطه ان انا جالي كانسر ومش زعلانه منه ومش زعلانه ان انا هو عندي، لا بالعكس انا ان شاء الله ربنا هيقويني وهقدر انتصر عليه واقدر اكمل شفائي على خير باذن الله بمساعده ربنا والناس الجميله اللي في مستشفى بهيه.